السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أنواع الكيسينج، وعن خدنا شكل أوفر فيو كده، أنواعها إيه، تقراها إيه، تقرا الكود بتاعها إزاي، يعني بشكل عام إزاي مثلا تختار المضويت، إزاي تعمل ديزاين للكيسينج. يعني اتكلمنا على شوية مواضيع إن شاء الله هنكملها النهاردة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حاجة في غاية الأهمية، وهي أنواع الكيسنج، وإيه فايدة كل نوع من الكيسنج، وإيه السيمنت، وإيه البركوشنز اللي تاخدها لو أنت هتعمل لها سيمنت بروجرام أو سنتراليزيشن بروجرام أو الكلام ده كله. طيب، أول حاجة هنتكلم عليها زي ما اتفقنا نوع اسمه الكوندكتور كيسنج. الكوندكتور كيسنج ده يا جماعه ايه الغرض منها او ايه فايدتها باختصار شديد؟ دي بتبقى عباره عن اول سترنج بيبقى موجود عندك فوق، يعني اول سترنج اول ما بتبتدي تنزل ده اول سترنج بتحطه في البير، فبيبقى هو الكوندكتور بتاعك. طيب ايه الغرض منها؟ الغرض عباره عن ايه؟ يبقى هو اول حاجه this is the building foundation for of the rest of the well. خلاص اعتني كده زي ما قلنا اهو، this is the building foundation for the rest of the well، يعني دي بتبقى هي الاساس او دي بتبقى هي البدايه بتاعتك اللي هي اول حاجه خالص. عشان طيب دي بتمنع prevents washing out under the rig. ليه؟ انا دلوقتي لو نزلت عندي ماسوره في قلب البير، لو انا بحفر في الاول من غير ما يكون عندي ماسوره في من غير ما يكون عندي ماسوره الكوندكتور، الميه اللي موجوده دي كلها هتعمل ووش اوت، يعني الطبقات اللي فوق دي لوز لوز، يعني مفككه، هتتاكل كده وتبقى عامله زي الرمل لما تكون بترشه بالميه كده، فهيتاكل منك بسرعه ويبدا تتهرول فتعمل لك ووش او تحت البريمه. وفي بعض الاحيان وصلت ان بعض البراريم اتزانها اختل وكادت البريمه ان هي تقع، والكلام ده حصل هنا عندنا في مصر في احدى الشركات لا داعي لذكر ايه اسمه. خلاص يبقى تاني حاجه بريفنت ووش اوت اندر ذا ريج. تالت حاجه بروفايد اليفيشن اوف ذا فلو نيبل. اوكي اخر حاجه It's run into the well by hammering أو أحيانا by drilling. إمتى by drilling وإمتى by hammering؟ على سبيل المثال مثلا في الديب ووتر بالذات أو في الأوفشور في آبار الإكسبلوريشن بنحفر الكوندكتور ده، نيجي إحنا نازلين مثلا بدقاق كبير 36 ولا أي حاجة، ننزل نحفر وناخد بنحفر بمية البحر وناخد الرجع في البحر، واخد بالك؟ وبعد كده ننزل على دريل بايب ننزل إيه الكيسنج بتاعتنا لحد ما ننزل بقى لتحت، ونكملها لحد ما هي بتبقى موجوده فوق خالص. خلاص نكملها لحد ما هي توصل لايه للسيرفيس بتاعنا فوق، ماشي؟ فدي بنسميها ايه زمان الكوندكتور كيسنج بتاعتنا. خلاص كده يا جماعه، يبقى ده اول حاجه ايه اللي هي الكوندكتور كيسنج، بنستخدمها كده لو انت هتعمل لها ايه حفر، لو انت هتعمل لها حفر. انما في الغالب الموست كومون بالذات في الصحراء او غيره اي حاجه بنعملها هامرنج، بنجيب شركه هامرنج نيجي حاطه الكيسنج وتقعد تدق عليها زي ما اتفقنا لحد ما بتوصل لحاجه اسمها الريفيوزال بوينت. ايه بقى الريفيوزال بوينت؟ يعني مثلا اقول لك على سبيل المثال الريفيوزر بوينت لنوع معين للكيسنج مثلا وليكن مثلا 200 ضربه في القدم. طيب لو اكتر من كده مثلا على سبيل المثال، او مثلا هو سي قول 30 40 ضربه في القدم يا سيدي ما تزعلش، لو قلنا 30 ضربه في القدم، طب لو زادت عن كده هيحصل كولابس. خلاص يبقى دي حاجه اسمها عاده الريفيوزال بوينت. في حاجه اسمها الريفيوزال بوينت دي بالذات في الكوندكتور زي ما اتفقنا، اللي هي بالذات في مرحله الهامرنج عشان ما بتخطاش القيمه دي، اللي هي القدم الواحده بتحتاج كام ضربه بالمطرقه او بالهامرنج علشان تخش، دي بيسموها الريفيوزال بوينت. اوكي ناخد بالنا من النقطه دي لغايه الاهم. طيب الكومن سايزز اند ديبثز، الاحجام المتاحه او الدبسات اللي تنزل عندها، بنقول لو عندك من 20 ل 30 انش بتبقى ويلدد، يعني بتتلحم او كونكتور ساتي از فيتكو او دريل كويك بيك او اكس ال، يعني ايا يكن النوع، من 20 انش ل 16 انش ثريدد، من 20 قدم، من 30 بيبقى الدبسز بتاعتك من 30 قدم لحد 200 قدم، لكن الموست كومون ان هي بتبقى اقل من 100 قدم، يعني 50 60 قدم ده كوندكتور كيسنج بتاعتك. تمام. طيب شويه ملحوظات كده تاخد بالك منهم وانت بترن الكوندكتور كيسنج. لازم يبقى في عندك بي كيرفول وايل بامبنج براكتسز، لان طبعا هي مفيش ده، هم يا دوبك كلهم على بعضهم 30 40 قدم، يعني ما يجيبوش حتى ماسورتين مثلا دريل بايب ولا حاجه يعني. لارج اكسس اماونت اوف سيمنت ريكوير، طبعا انت خد بالك بيبقى عندك بيحصل ووش اوت كتير بالذات لو انت بتحفر، لو انت حافر الكوندكتور بيبقى في ووش اوت رهيب فوق في السيرفيس،
فبالتالي حضرتك بتحتاج كمية كبيرة من الاكسس سيمنت تكون معاك علشان ما يحصلش مشكلة. خلاص البي او بي از نوت unusually كونكتد، وبالتالي نوت انف فورميشن سترينز تو كونتين بريشرز اني واي مور اوفن سي دايفرتر. يعني غالبا بنستخدم الدايفرتر ما بنستخدمش البي او بي بيبقى موجوده معاها لو احنا هنحفرها. يعني الموست كومن سيمنت بناخد اكسلريتد نيد سيمنت. يعني ايه اكسلريتد؟ يعني بنحط عليه شويه كالسيوم كلورايد علشان يحصل له اكسلريشن، يعني بحيث ان هو ينشف بسرعه او يحصل له سيتنج باسرع ما يمكن. خلاص طيب السيرفيس كيسنج، خلاص خلصنا كوندكتور، بننزل نحفرها، نحفر الشو بتاعتها وننزل نرن، ننزل نحفر بعد كده السكشن بتاعنا ونطلع ونرن الايه السيرفيس كيسنج بتاعنا. الغرض من السيرفيس كيسنج ان هي بتحفر بتحمي السيرفيس فريش ووتر فورميشن، لان طبعا خد بالك انت بيبقى عندك الطبقات اللي فوق دي بتبقى طبقات اكوفر فبيبقى فيها ميه، فلو حضرتك مثلا ما حميناهاش بكيسنج فاللهم ان طفله في السكاشن اللي بعد كده مثلا زي الاويل بيز وغيره والكلام ده ممكن تعمل تسمم للمياه ديت وبالتالي تلوثها، والاجيال اللي جايه بقى لان المياه الاكوفر دي بيعتمد عليها في الزراعه وفي كل حاجه، فممكن لا قدر الله لو جفت تعمل مشكله، او لو قدر الله وكانت تسممت تعمل مشكله تبقى مصيبه كبيره. كيسز اوف ان كونسوليديتد اور لوس اوف سيركيليشن اريا، زي ما احنا عارفين دايما السيرفيس زون هي منطقه المشاكل، تلاقي دايما فيها اللوسز، دايما فيها الستك، دايما فيها الانكونسوليديتد اللي ممكن تهيل عليك، دايما فيها المشاكل دي كلها. فبالتالي احنا بنحتاج ان احنا نحفر ونعمل كيسنج عليها على طول بالسيرفيس كيسنج بتاعتنا بس نقدر نأمنها على طول. سبورت سبسيكوانت كيسنج سترينج، اللي هو الكيسنج بتاع السيرفيس ده بتشيل جواها، يعني هي الكيسنج اللي فوق دي بتيجي احنا لاحمين فيها البرادن هيد. خلاص سيرفيس كيسنج دي بتكبر من فوق فبنلحم فيها البرادن هيد، وبعد كده بنحط كيسنج سليبس جواها عشان تشيل الكيسنج اللي بعد كده، عشان لما رب لما نرن كيسنج بعد كده نقفش عليها بكيسنج سليبس، وبالتالي هي اللي بتقدر تشيل سبسيكوانت كيسنج سترينج. ولازم اكون واخد في اعتباراتي لما اجي اعمل دريل سترينج ديزاين، لما اجي اعمل كيسنج ديزاين لازم اكون عامل في اعتباراتي برضو ان هي النوع ده من السيرفيس كيسنج بتستحمل السبسيكوانت كيسنج سترينج. بروفايدز برايمري بريشر كنترول اللي هي البي او بي، ليه بقى؟ لان احنا زي ما قلنا لما بنحط البرادن هيد، فالبرادن هيد ديت يعني طلعت على فلانشة لحمتها وبعدين طلعتها فوق على فلانشة اوكي، فبعد كده اقدر احط البي او بي بقى للسكاشن القادمه فيما بعد. فالسيرفيس كيسنج بعد كده بحط لها البرادن هيد بلحمها فيها فوق، وبالتالي بجو اهيد احط البي او بي بعد كده. الكومن سايز بتاعي ما عندك من اول 20 انش لحد 958 اوكي، ثريدد اور يوز ايه اوف كونكشن. الدبسات بتاعتك بتوصل لحد 3000 قدم او احيانا برضو 5000 قدم، بيبقى ده سيرفيس كيس. ناخد في اعتبارنا شويه ملحوظات ان انا باخد بختار فيها برضو 100% اكسس سيمنت. واي؟ لان طبعا 100% اكسس سيمنت لان انا اصلا بيبقى في السكاشن اللي فوق دي ممكن ياخد معايا ووش اوت، معايا مشاكل كتيره، فبالتالي ان 100% بلس اكسس سيمنت لازم تاخده في حساباتي. ريكومندد انر سترينج سيمنتنج، ان احنا لما نيجي نعمل الاسمنت في عندك زي ما هنتكلم عليها في انر سترينج اللي هو العادي خالص اللي هو الوان ستيج او التو ستيج ايا يكن، ده من الداخل، وفي ستاب ان سيمنت اللي هو بيبقى بتحط الاسمنت وبعد كده تنزل بتاع ستاب ان جواه، طبعا بيبقى ده نوع تاني، بس ايه الافضل ان ده الريكومندد بتاعتك بتختار انر سترينج سيمنتنج تو سيف سيمنت اند ريكومندد. الكومون سيمنت طبعا بنبقى عندنا زي ما هنتكلم بعد كده على الاسمنت في حاجه اسمها ليد، حاجه اسمها تيل. الليد ده بيكون هاي ويت سلاري، بيبقى لايت ويت سلاري او لو ويت سلاري، بس بيبقى فيها هاي ييلد يعني، انما العكس خالص في التيل بتبقى في عشان تديك جود كومبريسيف سترينز فبتبقى ما فيهاش اسمنت كتير، يا رب ما يبقاش فيها اي حاجه غير الاسمنت، بتبقى ميه واسمنت. يعني التيل عباره عن مينلي ميه واسمنت وبيبقى وزنها عالي 15 8 16 بيجي حاجه كده، انما الليد بيبقى اي ميه وبنتونايت وكيميكالز اخرى وبعد كده الاسمنت، عشان كده ما بتبقاش مديك الكومبرسيف ستانس اللي عايزه. التيل دايما بتبقى تيجي دايما لما نيجي نعملها بتبقى دايما قصاد الايه الكيسنج شو بتاعي. بعض الشركات سام اوبريتورز دونت ثينك ذا سنترلايزرز ار ريكوايرد ان ذيس سيكشن، لكن هو بيبقى فيري جود، لكن هو بيبقى مهم عشان تعمل
جود شو تراك. السنترلايزر زي ما هنتكلم عليهم ان شاء الله في الكيسنج اكسسوارز بالتفصيل، لازم بيكون عند الشو تراك وعند الاماكن اللي فيها بي زون عشان يبقى موزع الاسمنت بالتساوي حواليها، انها بتبقى حاجه في غايه الاهميه. تمام. طيب نيجي بعد كده للانترميديت كيسنج. الانترميديت كيسنج احنا كده اتكلمنا على الكوندكتور على السيرفيس، وهنتكلم دلوقتي على الانترميديت. باختصار شديد الانترميديت كيسنج ديت ده نوع من الكيسنج بعمله عشان احل اي مشاكل تقابلني وايل دريلنج، يعني شيل سلويلنج، شيل سلافنج، لوست اوف سيركوليشن، والبور ويلكم والكنترول، كل الكلام ده بحله بالانترميديت كيسنج. خلاص. فلا ايه الغرض بقى؟ البيربس اهو سيبريتس هول انتو وركابل سيكشنز وين ديلينج ويز، يعني هي بتتعامل وركابل سيكشنز، يعني انت ممكن تنزل كيسنج لو في منطقه مثلا لو كنت خدت لوست اوف سيركوليشن، حاولت كل المحاولات انك تنزل تعالج اللوست اوف سيركوليشن مثلا، وليكن عن طريق عملت سيمنت بلاج، عملت اخدت ال سي ام، عملت الكلام ده كله وما نفعش، خلاص ممكن تنزل بالكيسنج على طول. خلاص. سولت سيكشن، سولت سيكشن برضه من الحاجات الرهيبه كتير جدا بتتك فيه، وما تحط فريش ووتر بتتك فيه، ممكن برضه تصمم انك تحط تنزل بالانترميديت كيسنج. فالانترميديت كيسنج ممكن ما تبقاش واحده، ممكن تبقى 10، ممكن تبقى واحده وواحده وواحده وواحده، كذا واحده مش واحده بس. فقصدي السترنج بتاع الانترميديت كيسنج يبقى كذا حاله. اوفر بريشرايزد زون ممكن تعالجها بالانترميديت كيسنج لوحدها. هيفنج شيلز نفس الكلام. خلاص. الكومن سايز والديبس بتاعتك عندك 13.38 13.38، عندك 9.58 برضو احيانا، وفي ميكس تيبرد ممكن بتبقى من 3000 قدم لحد 10000 قدم متاح معاك يعني. طيب الاسمنت بتاعها ازاي اعمل اسمنت للانترميديت كيسنج؟ لازم بيبقى لحد السيرفيس او للبريفيوس كيسنج شو. طيب هيعتمد على ايه اذا كان للسيرفيس ولا البريفيوس كيسنج شو؟ دي بتبقى بوليسي بتاعت الشركه اول حاجه، ثانيا على الكوست، بيعتمد على الكوست اكتر. في بعض الشركات تقول لك ايه، انا والله لو عملت اسمنت للسيرفيس ولا قدر الله الجوب فالير مش عارف اعمل اي حاجه في السترنج، لو جرى اي حاجه، لو جرى اي حاجه في الكيسنج مش عارف اعمل اي حاجه، هيبقى الجوب مكلفني اكتر. في شركات تانية تقول لك لا يا عم، ما نعملوش لحد السيرفيس ونخليها يبقى مثلا فاضيه، يبقى مثلا فري بايب وراها كده. فديت في غايه الاهميه. ليه؟ لان انا ممكن بعد كده احتاج ان انا اعمل جوب بنسميه كيسنج باتش، محتاج ان انا اعمل جوب بنسميه كيسنج باتش. خلاص. موست كومن بتاعنا بيبقى تو ستيج سيمنتنج، البلاجات والكيسنج ايكوبمنت وكيسنج اكسسوارز برضو بيبقى بيستخدم باستمرار في الجوب ده. يعني الجود سيمنت براكتسز هنتكلم عليها بالتفصيل لانها بتبقى غايه الاهميه في الجوب ده، لانك طبعا ممكن لو هي تو ستيج او وان ستيج عشان برضو التايم بتاعك السيتنج والثيكننج تايم والكلام ده كله. استخدام المود سبيسر فيري امبورتنت، ولازم يكون وزنه مقارب لوزن طفله او اعلى منها. Large cement volumes are often necessary عشان برضو لو معاك مشكلة، واحيانا بتضطر تستعملها كيسنج باتش لو هتحتاج. طيب الكومون سيمنت بنحتاج حاجة اسمها filler slurries followed by high compressive tail، يبقى انت في عندك lead وبعدها tail. خلاص. اخر حاجة خلاص هي البرودكشن. البرودكشن سترينج ده ايه الغرض منه؟ ده بيحميل الباي البي زون، isolate للباي زون from other formation and flow. طب انا ايه فكرتي ان انا احمي البيزون؟ يا جماعه البيزون دي عباره عن غازات واويل، يعني كروسيف ماتيريال، يعني انا لو سايب الدنيا كده مش محميه هتاكل الكيسنج اللي فوقها كلها، فلازم انا اعمل لها كيسنج برودكشن زون واعمل لها اسمنت كمان وانزل اخرم في الاسمنت. خلاص. يبقى ايزوليت ذا باي زون فروم ذا اذر فورميشنز اند ذا فلويدز ان ذا. خلاص. ثاني حاجه بروتكتيف هاوسنج فور برودكشن ايكوبمنت، ماشي الكلام. طيب زي السب سيكوينس، زي السب سيرفيس بقى، ارتفيشال ليفت والمالتي زون كومبليشن والحاجات دي كلها. ثاني حاجه ممكن كان كونسيست اوف اند كونتين سكرينز فور ساند كنترول. بعض الشركات بتنزل بالذات مثلا لو هينزل بيقول لك احنا نازلين بالتيوبنج او نازلين بسكرينات، بينزل برضو بالسكرينات دي بتبقى نوع معين من الكيسنج، يعني مثلا زي السلوت لاينر والحاجات دي كلها، برضو ايه امور اخرى يعني نتكلم عليها بالتفصيل ليتر ان شاء الله. Covers worn or damaged intermediate casing. The most common sizes عندك ممكن في 9.58 زي عندنا مثلا في شركاتنا. في 7 inch ده most common. في بقى 5.5 ده مثلا زي السيل لوك فلاش، بالذات لو في مثلا سليم هول ولا حاجة. وال 5 inch أو 5 inch ولا 4.5 inch مثلا دولت لو أنت نازل بسكرينات.
الريكومندد بقى افتكر كويس جدا ان جود سنتراليزيشن از فيري كريتيكال فور ذيس سترينج. لازم يبقى السترينج بتاع السنتراليزر بتاعك لازم يكون متوزع مظبوط عشان البي زون، عشان الاسمنت يكون حواليها كويس، عشان لو هتفجر او هتعمل جوب بالتي سي بي او تيوبين كونفيت برفوريشن او اي حاجه من الحاجات دي لازم تاخدها في اعتبارك برضه. اخر حاجه خالص اللي هي اللاينرز. اللاينر دي زي ما انت شايف اهو عباره عن ايه، عباره عن حته سترينج او كيسنج سترينج اهو، لكن بتبقى متعلقه في الكيسنج اللي قبلها عن طريق حاجه اسمها لاينر هانجر، عن طريق حاجه اسمها لاينر هانجر خلاص. فهي بتتعلق وبيبقى في حاجه اسمها اوفرلاب من 50 ل 500 الف. يبقى هو عباره عن any string of casing whose top is located below the surface وهانج inside the previous casing and is run on setting depths على دريل بايب. بننزل الهانجر عليها يا جماعه على دريل بايب وعلى جريد جي وجريد اس، وبتبقى حوار كبير جدا. ده كده كانت انواع الكيسنج وباللاينر بكل حاجه. ان شاء الله هنتكلم بكره على الكيسنج اكسسوارز، واترككم ان شاء الله على خير وباذن الرحمن. يا رب دايما موفقين، وان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل، وزي ما قلنا احنا فتره حظر، فستي سيف وستي ات هوم. واشترككم جدا وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.